personal relationship tools، يعني شو الأدوات الأساسية اللي أنا بحتاجها حتى تكون العلاقات بين الأشخاص positive، تكون علاقات إيجابية. okay. هلأ أهم إشي دايماً يكون في عنا لما بنحل مشاكل داخل شركة أو داخل نطاق الشغل، يكون في عنا problem solving approach، يكون في عنا منهج أساسي لحل المشاكل. طبعاً في عنا 6 steps process in seeking an elegant problem solutions، إنك أنت تحصل على طريقة لحل المشكلة، طريقة تكون راقية وأنيقة. And their messages problem solving techniques، طبعاً لازم يكون في عنا يعني خطوات أو مناهج أو طرق راقية حتى إحنا نحل المشاكل. أوكي طبعاً أول step define the problem in term of needs not solution. إيش معناها هاي؟ إنك أنت بتعرف البروبلم أو المشكلة in term of needs، يعني على شكل حاجات. أوكي مش على شكل حل مباشرة. أوكي يعني دائما أنا بناقش المشكلة وبفهمها وبفهم احتياجات كل الأطراف، وبالتالي بعدين ببلش باختيار الحلول. صح؟ فبالتالي you have to define the problem in term of needs، تفهم الحاجات أول إشي بعدين الحل. And لازم you have to respect the needs of others، your needs are important to me. يعني ما تتطلع على حاجاتك بس ولا تتطلع على المشكلة من طرفك بس، لازم تتطلع على حاجات الأطراف الأخرى الموجودة داخل هاي المشكلة. طبعاً بعد ما نعرف شو هي المشكلة in term of needs، منبلش الآن نقترح حلول، brainstorm possible solutions، يعني هي مرحلة العصف الذهني، مرحلة التفكير بكل الحلول الممكنة. أوكي؟ بس بنفس الوقت كمان إنه أنا لازم أحترم آراء الطرف الآخر وأفكاره في حل المشكلة. I value your creative thinking، أنا بقدر طريقتك الخلاقة في التفكير، بقدر آراءك وأفكارك. أوكي select the best solution، يعني الآن اخترت أنت، كان في مجموعة من الحلول، الآن بلش اختار أفضل حل. select the best solution أو group of solutions، يعني اختار الحل الأفضل أو مجموعة الحلول الأفضل. That will meet the both parties needs، يعني هدفك الأساسي إنك تحقق حاجات الطرفين، يعني كلا الطرفين أو كل العناصر الموجودة داخل هاي المشكلة لازم تحل مشكلتها. I want you to have your needs satisfied، يعني أنا بدي أحقق كمان حاجاتك، يعني بدي إياك الآن تكون مرتاح من حل المشكلة وتحقق كل حاجاتك. أوكي تمام. الستيب الرابعة plan who will do what, where and when. بعد الآن ما تختار solution أو مجموعة الحلول، الآن بدك تنفذها. صح؟ خطط مين بده يعمل شو ومتى وين رح يعملها. فرضاً كانت المشكلة في الشركة ببروجكت معين، لازم أنت خلال 3 أيام تكون مخلص هذا البروجكت ومسلمه. حدا بيكون شاطر مثلا يعني بالإدارة بالتنظيم، بتخطط إنه هذا لازم يبلش بمسائل التنظيم. حدا بيكون شاطر بالجافا، يعني بتعطيه التاسك اللي خاصة بموضوع الجافا. حدا شاطر بالسي شارب، بتعطيه التاسك المسؤول أو اللي له علاقة بالسي شارب. فبالتالي أنت بتخطط مين رح يعمل شو ووين رح يعملها ومتى رح يبلش يعملها. You and I are willing to make joint decision and plan our needs. أنا وأنت حابين إن نعمل قرار إيش مشترك، وإنه إحنا نخطط حتى نحقق our needs، حقق حاجاتي وحقق حاجاتك. أوكي بعد ما خططنا الآن منبلش إيش ننفذ البلان، implement the plan. We have the power to change our behavior in a way that can improve our relationship. يعني عنا إحنا الطاقة والقدرة إن نغير سلوكاتنا حتى إن نعمل إيش improvement للrelationship في نطاق العمل مثلاً. فبالتالي أنا عندي بدي أطبق الخطة وبنفس الوقت بحافظ على علاقاتنا. أوكي؟ بعد ما إن ننفذ الخطة evaluate the problem solving process، قيم هل أنت فعلاً عم بتحل بالمشكلة؟ and how will the solution work؟ يعني الآن قيم منهج الحل وكيف الحل إنه اشتغل، هل هو حل المشكلة أو ما حلها؟ we can get better at
أيام إذا قدرنا إن نقيم المشكلة ونمنهج في حلها والسوليوشن بشكل عام، ممكن إحنا نكون مع الأيام وممكن نصير أفضل في حل المشكلة، ممكن نصير more flexible. فبالتالي أنا الآن problem solving approach ممكن أتعلم منه for long term، ممكن أستخدمه بالمستقبل. هذا عنده سؤال؟ هاي the problem solving approach، هاي الأساسية اللي أنت بتحتاج تطبقها لما تيجي بدك تحل مشكلة بحيث أنك تحقق حاجات كل الأطراف الموجودة داخل هاي المشكلة. هذا حاب يحكي عن النقاط الأساسية؟ raise your hand. يلا يا محمد. يعطيك العافية دكتور. انت مو صوتي؟ سامع صوتك. سامع. تمام. في البداية لازم يكون في عندنا منهج أساسي لحل أي مشكلة بغض النظر عن إيش نوعيتها. أول نقطة أنه نحدد المشكلة بالنسبة للنيز الاحتياجات الموجودة، بعدين نصير ننظر للحلول أول بأول. أحسن. النقطة الثانية أنه نعمل brainstorming، عصف ذهني لكل حلول الممكنة ونجمعها مع بعض من جميع الأطراف. نبلش ندرس فيها حل. النقطة الثالثة solution، نختار الحل الأفضل ومجموعة الحلول الأفضل اللي حددناها بعد ما نتشاور فيها من جميع الأطراف. أحسن. النقطة الرابعة بعد ما نتفق على الحلول اللي حددناها نوزع المهام بيناتنا، كل شخص يستلم جزء اللي هو مثلا شايف حاله نقله فيه أو بيقدر يشتغله ويقدر ينجزه، ونوزع متى وين وكيف، يعني نحط البروسيس كاملة للمشكلة. بعد ما خططنا النقطة الخامسة إنه نبلش ننفذ بالخطة أول بأول ونحافظ على علاقاتنا، يعني ما يصير في تنفيذ أو شيء زي هيك، الكل يكون ماشي بس موافق للجميع. أحسن. والنقطة الأخيرة بعد ما نكمل نقيم حل مشكلتنا، إحنا هل حلينا ولا ما حلينا، أطلعنا بالنتائج اللي بدنا إياها أو لا. ممتاز يا محمد العيد. أحسن، شكرا لك. طبعا حلو كتير ومهم كتير إنه اللغة اللي بتستخدمها في حالة يعني في العلاقات الشخصية في نطاق العمل أو غيره تكون هاي اللغة يعني تنتبه لها. أوكي، في عنا two interpersonal basic skills، يكون في عندك مهارات باستخدام اللغة مثل using skillful language، يكون في عندك يعني لغة إنه بتحس إنك أنت في عندك مهارة في استخدامها، أو using assertion messages، استخدام أسلوب المصادقة أو التأكيد على إنك أنت فهمت الطرف الآخر أو هو فهمك. أوكي، فمهم جدا نعرف إيش يعني skillful language وإيش معنى إنك أنت you have to use assertion messages. هلأ من خصائص skillful language يعني حتى يكون في عندك مهارة باستخدام اللغة، you have to use a specific language، لغة محددة، tentative language، لغة مؤقتة، وinforming language، يكون في معلومة بالحكي اللي انت بتحكيه. اوكي، يعني لغة فيها معلومة. اوكي، طبعا تفاصيلهم، اول اشي specific language، دائما احنا لازم بعلاقاتنا خاصة لما تكون هاي العلاقات يعني داخل نطاق الشغل، one of the most طبعا important thing انه انت لازم تستخدم specific language. طبعا one of the most frequent causes of misunderstanding، يعني واحد من الأسباب اللي بتسبب يصير في سوء تفاهم بين الأشخاص is using general language، إنك تستخدم لغة بشكل عام. okay، no two people will ever process information from other one in the exact same way. طبعا إحنا الآن لازم نراعي، طبعا هي أخذناها أصلا بالchapter 1 و 2، إنه ما في أي شخصين ممكن يحللوا المعلومات اللي أنت عم تحكيها بنفس الطريقة. يعني مثلا ممكن أنا أفهمها بطريقة مختلفة عنك، ممكن فلان يفهمها بطريقة مختلفة عنك. To avoid these breakdowns، يعني حتى نراعي إنه ما يصير فيه misunderstanding وإنه الناس كلهم يفهمونا بنفس الطريقة، keep in mind the following suggestions، الأشياء اللي لازم أنت تراعيها حتى أنت to avoid misunderstanding وto avoid إنه أنت الآن الناس ما يفهموا عليك صح. طبعا do not assume that receivers should know what you mean. هاي مش جديدة علينا، يعني ما تفترض إنه الشخص اللي قدامك فاهم بالضبط شو أنت بتعني أو شو معنى الحكي اللي أنت بتحكيه. Avoid the use of absolutes. إحنا متفقين تماماً إنه إحنا لازم نتجنب استخدام اللغة المطلقة.
اللغة المطلقة اللي فيها terms مثل always, never. مثلاً أنت لما تيجي تحكي لشخص you are always late, أنت دائماً متأخر. أنت الآن كنت كتير general واستخدمت كلمة always مع أنه هو يمكن كان متأخر بس هذا اليوم وهو مش دائماً بتأخر. Be specific. You were 20 minutes late for work this morning. أنت بتحكي له بالضبط أنك أنت كنت متأخر 20 دقيقة هذا الصباح. يعني مش كل يوم. لما تحكي you are always late كأنك بتحكي كل يوم. فبالتالي ممكن تعمل creating the defensive response للشخص اللي قدامك, صح؟ ممكن يصير الآن في بينك وبينه touch, تحكي لك لا أنا مش دائما بتأخر, أنا بس تأخرت اليوم وتأخرت 20 دقيقة. فلو حكيت له من البداية you were 20 minutes late for work this morning ممكن تكون ردة فعله أحسن. أوكي؟ تمام؟ النقطة اللي بعدها when expressing needs, wants or thoughts, لما تحكي عن حاجاتك, رغباتك أو أفكارك, state your message in the most concrete or specific words possible. يعني خلي كلماتك تكون بناءة ومحددة يعني بشكل كبير. يستخدم إشي محدد direct. I want you to help out this afternoon. تيجي تحكي أنت لشخص زميلك بالشغل إنه أنا بدي إياك تساعدني بعد الظهر. هلا هاي كتير جنرال, يعني انت مثلا ما رح تعرف شو بالضبط هو بده ياني اساعده بشو. او بالمقابل I need you to answer the phone and take messages while I attend the 1 p.m. meeting. هون انت الان you are more specific. انت بتحكي له انا بدي اياك تساعدني بانك ترد على التليفون وتاخد رسائل الناس لما انا احضر ال 1 p.m. meeting, لما احضر اجتماع الوحدة بعد الظهر. Versus saying, I want you to help out this afternoon. أنت مش عارف أنت بدك إياه يساعدك في إيش, okay? Encourage the receiver to paraphrase the message. دايماً شجع الشخص اللي قدامك إنه يعيد صياغة المسج تبعك. احكي له, if I'm not sure I made myself clear. أنا مش متأكد إذا أنت فهمت علي, إذا أنا كنت واضح. I'm not sure I made myself clear. إنه أنا مش متأكد إذا كنت واضح. هي بتعطيك إيش؟ بتعطي فرصة للي قدامك إنه يعيد صياغة شو أنت حكيت. يعني زي كأنك عم بتشجعه إنه يعيد صياغة حكيك لحتى إنه تتأكد إنه فهمك صح. أوكي؟ واضحة؟ هلا في examples. S mean specific, G mean general. هلا أنت لحالك راح تحدد. مثلا إذا بتحكي لحدا عم توصف له اتجاه معين. Get the blue 2-year-old Grand Cherokee in the second row of the used parking lot. هل هاي specific ولا general? It's very specific. عم توصف حدا, تحكي له خذك, صح؟ سهل جدا انك تعرف وين رح تصف او وين رح تروح, على اي مكان رح تروح, صح؟ مثلا never buy, شوف استخدم never. Never buy that brand of tool. It's really junk. هاي جنرال, يعني إنه هو عم بحكي لك لا تشتري من الماركة تاعت هاي التول أو من هاي الماركة of that tool, من هاي الأداة. It's really junk, زي كأنك بتحكي تراشي, هي زي يعني زبالة. أوكي, هاي جنرال. أنت لازم توصف له, هلا مش نبر, ممكن توصف له بمرحلة الموقف specifically ليش خلاك ما تحب هاي البراند. مش تحكي له in general never buy that brand of tool, it's really junk. أو ممكن خلال الشغل تيجي على حدا تحكي له your workstation is a mess. طبعاً هاي كمان general, هاي ممكن إنها تصنع defensive response للشخص اللي قدامك. يعني ممكن تحكي له specifically إنه أنت مثلاً رتب أوراقك, في شوي أوراقك بتشكل ضجة في الworkstation تبعك. لما تحكي له it's a mess in general بالضبط أنت ما حددت له ليش it is a mess, ليش هي فوضى. طبعاً مثلاً there is a 30% chance of rain in the forecast today. It's very specific. أنت ما بتحكي there will be a rain in the forecast today. بتحكي there is a 30%, يعني في 30% احتمال بالتوقع الجوي إنه راح تشتي. فبالتالي أنت الآن you were specific. الآن 30% هاي ممكن من خلالها تحدد هل أنا راح ألبس إشي شتوي أو لا, هو راح ألبس جاكيتي أو ما راح ألبس. لو انت مثلا حكيت there's a rain in the forecast today مباشره رح تلبس جاكيت. هلا 30% بتخليك تفكر انه رح تلبس او ما تلبس, صح؟ تمام. هي اول شيء, هي بالنسبه لاول skillful language. skillful language المهاره في اللغه انها تكون specific, تكون لغه محدده. you have to avoid the general language. okay,
مين حاب يحكي لي عن specific language بطريقته الخاصة؟ هلأ رح أعطي مجال لحدا غير محمد ردايدة، بس إذا ضل محمد ردايدة رح أضل خليه يشارك. غير محمد ردايدة مين أصلا موجود معنا اليوم؟ يلا شباب صحصحوا. أحمد القدام ما بدك تشارك؟ أنتون، آية، آية ما بدك تشاركي؟ طيب عمر المومني، هدول الناس اللي كانوا يشاركوا دائما بالمحاضرة وينكم؟ محمد مهيدان، ماريا، سيرين، وين سيرين ونور وكلكم؟ وين الصبايا؟ يلا يا محمد ردايدة. تمام دكتور. The specific language بشكل عام أحد أكبر أسباب سوء الفهم إنه إحنا نستخدم general language، ويعني ما نحدد بالحكي أنا إيش بدي بالضبط. في عنا أكثر من طريقة حتى نتجنب يعني هذا الإشي. بالبداية مثلا ما تتوقع أنه دائما الريسيفر اللي قبالك أو المستقبل إنه راح يفهم قصدك أنت بالضبط، حاول تعطيه تفاصيل قدر الإمكان. لاحظ أنت إنه أول نقطتين هم مشكلة إنك أنت تستخدم general language، إنه أنت في سوء تفاهم، صح؟ ممكن تسبب سوء تفاهم، ممكن مش كل الأشخاص يفهموك بنفس الطريقة، صح؟ نحكي عن النقاط to avoid these breakdowns، حتى يعني حتى نتجنب هاي النقاط الضعف لازم نتبع مجموعة اقتراحات، أوكي؟ هلا هاي الاقتراحات نبلش بالأول. يلا محمد. بالبداية إنه ما تتوقع إنه دائما الريسيفر يفهم مقصودك أنت بالضبط، أعطيه ما تقدر معلومات زيادة وفصل له بحكيك. ممتاز أحسن. وحاول تجنب تستخدم كلمات عامة، ولو مثل زي always أو never، ولو استخدمتهم مثلا هو خليك specific بالموضوع بالضبط. أحسن. هلا احنا بصيرش نستخدمهم اصلا حتى ما تكون اللغه جنرال، لا you have to be more specific. مثلا بدل ما تحكي you are always late احكي you were 20 minutes late for work this morning. اوكي او لما تحكي انت عن حاجاتك او افكارك او رغباتك خلي حكيك دائما يكون بناء، وحدد الموضوع اللي انت بتحكي فيه بالضبط. بالضبط احسن. مثال مثلا انت ما تحكي لحدا بدي تساعدني اليوم، بدي تحكي له بالضبط انه بدي تساعدني مثلا انك ترد على التليفون وتاخذ مسجات الزباين لما انا احضر الميتنج، صح؟ كمل. وبالنقطه الرابعه انه زي شجع المستمع اللي قبالك انه يبين لك انه هو فاهم، عن طريق انك تساله مثلا سؤال بطريقه معينه يرد عليك انه يعني يعمل لك تلخيص للايش اللي حكيته انت، عشان تتاكد انه اللي قبالك انت فاهم عن ايش انت مقصود. يا محمد لهاي الاكزامبل شو بتحكي عنها؟ في عندنا اكزامبل، في شيء جنرال في شيء سبيسيفيك. لو اخذنا اكزامبل اول get the blue 2 years old grand cherokee in the second row of the used parking lot، مبين انه سبيسيفيك كثير، حدد لك انه نوع السياره ومكانها والباركينج واي رو كمان. طبعا لو قارناها بين never buy that brand of tools it's really junk، انه ما تشتري هاي النوع من البضائع يعني هي كثير سيئه، انك اعطيت شيء كثير جنرال ما حددت اي نوع يعني بالضبط او اي نوع مثلا ممكن تواجهه انت. ممتاز. Just your workstation is a mess، انك انت عم تحكي in general بس ما حددت له بالضبط شو اللي ازعجك بمكان بالworkstation بالطاوله تاعت الشخص اللي قدامك، صح؟ There's a 30% chance of rain in the forecast today. إنك بتعطي احتمال إنه في 30% مطر. فأنت الآن specific، okay؟ هلا نيجي للغة المؤقتة، tentative language. أنت بتحكي رأيك وبتحكي أفكارك، بس أنت بدك تآمن إنه هاي أفكارك مؤقتة. لما أحكي tentative language اللغة المؤقتة، يعني لما بتحكي رأيك مش يعني إنه رأيك صح، ولا يعني إنه أفكارك راح تتطبق. فلازم يكون في احتمال انه يكون في خطأ بمعلوماتك او افكارك، واحتمال انه هاي الافكار كمان ما تتطبق. A tentative language makes it clear to a receiver that your opinions are just opinions, not facts. يعني ارائك هي مجرد اراء مش حقائق. Therefore subject to error. يعني في احتمال، بالتالي انه في احتمال انه تكون هي معرضة للخطأ، صح؟ Be tentative rather than absolute in the message you send to others. يعني خليك حدا مؤقت بلغتك،
يعني اسلوبك بالحكي ما يكون فارض برايك، بحيث انه انت الان لما تحكي المسج للاذرز يفهموا انه انت متقبل انه رايك ممكن يكون خطا. اوكي، طبعا حتى تكون لغتنا مؤقته كمان لازم نتبع مجموعه من الشروط. Do not describe your opinion as if it is always true or absolute. يعني ما تعبر عن رأيك على إنه دائماً صح أو هو بالمطلق، يعني هو مطلق هو دائماً صح. Opens up the sender to other viewpoints. يعني خليك مفتوح لوجهات نظر مختلفة. يعني إنه أنت لما تحكي وجهة نظرك خليك متقبل إنه ممكن تكون في وجهات نظر أحسن من وجهة نظر تبعتك، أو ممكن تكون آراء أحسن من رأيك. Absolute language reports a definite, unchanged point of view, whether or not it is correct. هاي مشكلتها إنه اللغة المطلقة absolute language بتقرر إنه أنت في عم بتعرف بوجهة نظر غير متغيرة سواء كانت صحيحة أو غلط، صح؟ The use of استخدام كلمات مثل I believe, I think, it seems to me. I personally feel my belief is. هاي دليل انه انت عم تحكي للطرف الاخر انه هذا رأيك، هاي انا فكرتي، بس هاي الفكرة قابلة انها تكون غلط. Makes the language more tentative and open to change from both the sender and the receiver. صح؟ يعني هاي الكلمات استخدامها بتعبر انه انت بس عم تحكي عن رأيك، وهذا الرأي ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، فبتعطي مجال انك انت تنفتح لوجهات نظر مختلفة من الطرف الاخر. اوكي؟ Examples. مثلا انت عم تحكي لشخص You never listen to me when I talk to you. زي خلص جزمت انت وفرضت بلغة مطلقة انه الشخص اللي قدامك ولا مرة استمع لك لما انت بتحكي معه ولا مرة استمع لك. هاي absolute statement. It's not tentative. يعني أنت ما بتعطي مجال حتى للطرف الآخر يدافع عن حاله. Okay? You don't seem interested in listening or talking right now. This is tentative. مؤقت. صح، لغة مؤقتة. إنك أنت مش ظاهر عليك إنه أنت عم تستمع لي أو إنك مهيئ إنك تستمع لي أو تحكي معي في الوقت الحالي. فالآن أنت بتعطيه فرصة إنه ممكن يحكي لك ولا لا. You will be less likely to view your opinions as facts. لما تستخدم هيك كلمات، لما تحكي you don't seem interested in listening or talking right now، تعطي فرصة إنه في وجهة نظر ممكن تكون مخالفة لوجهة نظرك. بس لو تيجي على شخص you never listen to me when I talk to you، عم أنت الآن خلص بتفرض عليه رأيك، بتحكي له أنت ولا مرة سمعتني لما أنا كنت أحكي معك. هي absolute statement. Okay؟ مثال آخر، لما تيجي تحكي Miss Mendoza is the best teacher in the world. هي أحسن معلمة في العالم. دكتور فلان is the best doctor in the world. فبالتالي this is absolute statement. أنت حتى ما بتعطي مجال للطرف الآخر إنه يحكي لك لا في أحسن منها بس هي منيحة. Okay? It appears to me that unemployment contributes to increased crime rates. هذا رأيي صح؟ It appears to me or in my opinion or I think. أنا بعتقد إنه البطالة أو عدم وجود وظائف unemployment بتؤدي إلى زيادة الكرايم ريت، زيادة نسبة إيش؟ نسبة الجرائم. هاي tentative statement. أوكي؟ بدل ما إني أحكي إنه unemployment contributes to increase the crime rate، أنا ما استخدمت رأيي زي كأني خلص عن رأيي كان absolute مطلق، استخدمت it appears to me that، ما حكيت unemployment directly. أوكي؟ تمام؟ Imagine that you work at a company. شوفوا هاي مثال آخر. بحكي لك إنك أنت بتشتغل بشركة with a strong union and you strongly believe unions are necessary and valuable to protect employees' rights. يعني أنت بتشتغل بشركة فيها اتحاد أو نقابة قوية، وأنت كثير بتآمن إنه النقابات أو الاتحاد مهمة جداً وقيمة حتى تحمي حقوق الموظفين. Your friend work in non-unionized company feels just the opposite and tells you. يعني عندك صديق بيشتغل بشركة ما فيها اتحاد أو ما فيها نقابة، بس هو دائما بيشعر عكسك تماما. بس أنت الآن بتآمن إنه الاتحاد مهم كتير، يكون في عندي اتحاد بيراقب مثلا حقوقي بحقق لي إياها مهم كتير حتى لو بدفع له مصاري. فإجا زميلك شو حكالك أو صديقك شو حكالك،
Companies, if left alone, would take care of their workers. Union always costs their members money and don't really provide protection to their workers. إجا زميلك أو صديقك حكى لو الشركات نتركها لحالها تشتغل رح تهتم بموظفينها. هلأ الاتحاد بس بكلف أعضائه مصاري وما بيهتموا إنه يحموا موظفينهم. فالآن أنت شو رح يكون ردك؟ رح يكون ردك دفاعي لأنك أنت من الأشخاص اللي بيآمنوا إنه الاتحاد مهم كثير حتى يحفظ حقوق الموظفين. فإجا زميلك بطريقة أبسليوت حكى إنه لو نترك الشركات تشتغل لحالها إنه رح تعمل وظيفتها وأكثر، بس الاتحاد بكلفك مصاري على الفاضي ما بعملش إشي حتى يحمي حقوقك. الطريقة الثانية أو مثلاً شرح لهاي النقطة since your views are in direct opposition to your friend، لأنه أنت يعني وجهة نظرك مختلفة تماماً يعني عكس وجهة نظر صديقك، your response is likely to be defensive and may trigger an argument. فبالتالي أنا حكيت لكم هذا الأسلوب اللي هون فيه نوع من الأسلوب المطلق، وبيحكي وخلص إنه هذا الرأي مش هذا رأيه بس بيحكي بالمطلق، رح يكون ردك أنت defensive وممكن يصير في بينك وبينه جدال. بس لو صديقك حكى but if your friend had said I believe that or in my opinion some companies really care about their workers like where I work and that some unions don't necessarily guarantee worker protection. Your reaction to the statement will be different, صح؟ أنت بتحكي بمعتقدي إنه بعض الشركات بتهتم كثير بموظفينها، مثل الشركة اللي أنا بشتغل فيها. بعض النقابات أو بعض الاتحاد يعني مش شرط إنه بكفلوا الworker protection، بكفلوا حماية الموظف. فردك على I believe that will be less defensive, صح؟ Your reaction to the statement will be different. حيكون مختلف تماماً عن الرياكشن لو حكى لك بهاي الطريقة. أوكي؟ لاحظت الفرق إنه tentative language لازم تكون لغة مؤقتة تستخدم فيها كلمات تعبر فيها إنه هذا رأيك وهي أنا فكرتي. فبالتالي إنه ممكن هاي الفكرة تتغير ورأيي يتغير وأنفتح لوجهات نظر مختلفة من الطرف الآخر. أوكي؟ تمام؟ يلا مين حاب يشارك؟ مين حاب يحكي لي المختصر المفيد من التنتيتيف لانجويج؟ حدا حاب يشارك؟ تمام، شكله ما حدا حاب يشارك. خلينا نروح على الانفورمينج لانجويج. طبعا هاي كلها سكيلفول لانجويج، يعني لما تستخدم هاي اللغه تدري انه انت عندك مهارات باستخدام اللغه. اوكي، الانفورمينج لانجويج معناها انه انت لما بتحكي شغله بتحكيها على شكل معلومه، ما بتحكيها على شكل اوردر او على شكل امر. فانت لما بتعطي رايك بتعطيه على شكل معلومه، مش إنه أنت بتفرض على الطرف الآخر ينفذ هذا الرأي. No one likes to be ordered. ما في أي حدا فينا بيحب أسلوب الأمر. We use order statements when we must do something. يعني نستخدم الorder statement أسلوب الأمر لما إحنا لازم نسوي الشغلة. Sometimes orders are necessary. طبعاً أكيد ما بتخلى. أكيد إنه الأوامر في بعض الأحيان استخدام الorder statement مهم. But does not encourage feedback. يعني أحياناً إنه هي ما بتشجع الطرف الآخر إنه يشتغل أو إنه يعمل ردة فعل أو إنه ينفذ اللي أنت بتحكيه. أوكي، تيجي تحكي لحدا والله لازم تعمل هيك، والله لازم أنت هيك تسوي، أنت مش يعني أنت ما عم تفرض على الطرف الآخر، يعني مش لازم تفرض على الطرف الآخر رأيك، أنت بتقترح إنه أنا والله فكرتي هيك والطرف الآخر بيقرر إنه ينفذها أو لا. أوكي، order statement command the receiver of the message to behave in a specific way. زي كأنها بتعمل أمر للمستقبل للمسج إنه يعني يتصرف بطريقة محددة. They remove any choice or decision making from the receiver. يعني بيشيلوا أي يعني فرصة إنه يختار الطرف الآخر أو إنه يتخذ قرار. أوكي؟ Orders called you messages. يعني هي مسميها you messages لأنه أنت ممكن تحكي you have to do. You must do. Direct command or control an action. زي كأنك عم تتحكم ب يعني شو لازم يعمل الطرف الآخر. It's control an action. يعني تتحكم بالفعل اللي لازم يسويه الطرف الآخر. Okay. However, we can give information instead of orders. يعني لازم تكون اللغة بأسلوب المعلومة أكثر من أسلوب الأمر. We give the same information without creating defensiveness.
يعني أنا بعطي معلومة بدون ما أكون هجومي، بحيث الشخص اللي قدامي it will create defensiveness، بتخلق يعني جو من الدفاعية، يكون الشخص اللي قدامك بصير دفاعي. إحنا كل هدفنا إن نعمل علاقات شخصية إيجابية في نطاق الشغل، ما بدي يصير في أسلوب هجوم وبالتالي الطرف الآخر يصير دفاعي. Informing statement will often get the same results without creating defensiveness. أسلوبك بإعطاء المعلومة، إنك تعطيها على شكل معلومة، ممكن تحلها، يعني تحل المشكلة بدون ما تعطي إيش إن يكون في عنا أسلوب دفاعي، بدون ما تكون حدا هجومي، أوكي؟ فبالتالي الطرف الآخر ما رح يصير دفاعي لو أنت تستخدم المعلومة على شكل informing statement، مش على شكل order، أوكي؟ على شكل أمر. Informing statements opens the door for two-way communication and encourages similar sharing from the receiver. يعني هي بتفتح المجال ان يكون التواصل مشترك، يعني يكون two-way communication، يعني في حدا sender وفي حدا receiver، والreceiver ممكن يعطي كمان رأيه، وبتشجع similar sharing، يعني بتشجع الطرف الآخر انه يشارك بإيش؟ يشارك بأفكاره ويشارك بالمعلومات الموجودة عنده. Ordering statements remove any choice or decision making from the receiver. عكس ال informing statement، ال ordering statement يعني هي بتمنع أو بتشيل أي خيار أو أي فرصة إنه يصير في عنا أو اتخاذ قرار أو يعني إعطاء رأي من الريسيبر. They usually represent one way communication. أنت لازم تعمل هيك وخلص، زي كأنك بتحكي one way communication، يعني أنت بتاخذ المسج مني وبتطبقها. الانفورمينج ستيتمنت لا، بتشجع على التو واي كوميونيكيشن، انا بعطيك معلومه انت بتشاركني كمان بمعلومه من عندك، الان بصير في نوع من التشارك. الاوردرينج ستيتمنت هي بتمنع اي نوع من يعني اي فرصه انك انت تعطي رايك او تتخذ قرار معين من طرفك، اوكي؟ طبعا شوف هاي، when you don't close the walk-in cooler door the compressor overheats. هاي فيها معلومه، انت اذا ما سكرت باب الكولر شو بصير بالكمبريسر؟ ترتفع درجة حرارته. انت اعطيت informing statement صح؟ مش you must close the walk-in cooler door بلا بلا بلا، هاي الان فيها order statement، بس هاي statement طبيعتها انت اعطيته معلومة وباسلوب لبق، يعني اعطيته معلومة وسبب هاي المعلومة. You must share the overtime with Ronnie and Kim. لازم تشارك، you must شارك الوقت الاضافي يعني بالشغل with Ronnie and Kim، لأن أنت عم تعطي order statement، لأن ما بتشرح له أنت المعلومة بالضبط أنت ليش تعمل، يعني ليش لازم يتشاركهم بالovertime. أنت بتحكي له مباشرة you must share the overtime with Ronnie and Kim، أوكي؟ تمام؟ وضحت the skillful language؟ كان في عنا the skillful language ثلاث أنواع. You have to be specific، you have to be tentative، you have to be informing، صح؟ طبعا كلهم مع بعض مجموعات specific، تكون لغة محددة وتكون لغة مؤقتة وتكون لغة فيها معلومة بدل من الـ order، بدل من الـ إيش، بدل من الأمر، أوكي؟ حدا حاب يحكي عن أي واحدة فيهم؟ حدا حاب يشارك؟ تمام، يلا محمد ردايدة، خلينا نحكي عن tentative language. محمد ردايدة شو رأيك؟ محمد نساتك معي؟ محمد ردايدة you raised your hand. عليك ترى تمام تحكي عن التنتيف. انا فصل عندي انترنت فطلعت ورجعت دخلت. تمام، يعني هلا رح تروح على اي على اي رح تحكي عن الفورمينج فورمينج لانجويج. يلا يلا كمل. ببداية يعني هي تيجي كصيغة أدب، إنه أنت لما تحكي إشي تحكي بموضوع معين أو تطلب طلب يكون على شكل معلومة information، مش بصيغة أمر. بغض النظر انه انت ببعض الاحيان بيكون الامر شيء ضروري في بعض المواضيع المحدده يعني. ممتاز. طبعا احنا حكينا انه الانفورمينج مسج ان جنرال بتساعد الطرف الاخر انه يعطي رايه، صح؟ انه كمان يشارك بالقرار، مش ينفرض عليه الراي مباشره. فبالتالي احنا بنسميه الاوردر ستيتمنت ان جنرال يو مسجز، هي دايركت كوماند، هي تتحكم بالطرف الاخر. بس الانفورمينج ستيتمنت بتعطي الطرف الاخر فرصه انه ايش يحكي رايه وانه يشارك بالقرار، اوكي؟ طبعا yes. تمام، حاب تحكي كمان؟ لانه كمان لازم يكون الطلب بصيغه معلومه اكثر من ما يكون بصيغه امر، لانه انت يعني تتجنب انه يكون الرد دفاعي
أو نكون أسلوب هجومي من الطرف الآخر. ممكن توصل نفس المعلومة بطريقة لبقة بحيث إنه تحقق نفس الهدف، صح؟ إنه يكون عند الطرف الآخر، يكون عندنا الطرف الآخر متقبل لرأيك، ويكون ما يكون دفاعي، ما يحس إنك أنت عم تأمره أمر. أوكي؟ ممتاز. ممكن لو يكون بدي يرد عليك مثلاً رد دفاعي ويسمع طلبك بأدب، أنت تتجنب الموضوع بشكل كامل. أحسن. طبعاً إحنا حكينا إنه يعني إشي مهم كتير إنه informing statement opens the door for two-way communication، بس ordering statement هي بس one-way communication. فإحنا لو ونعطي المعلومة صح، نفتح مجال للأطراف إنها تتشارك بالفكرة، بس بالordering statement نعطي مجال بس لواحد يحكي الفكرة، صح؟ بتكون هي one way بس. تمام، أحسن، ممتاز. تمام، أحسنت يا محمد رجعي. هلأ using assertion، إحنا الآن عم نحاول إنه إيش نحسن العلاقات ونعملها علاقات إيجابية في نطاق الشغل، صح؟ هلأ في أسلوب يعني اسلوب للمسجز اللي انت بتحكيها. هلا هاي المسجز ممكن تكون توصف السلوك behavior description statements، ممكن تكون constructive feeling messages، يعني ممكن مسجز بتعبر عن المشاعر، ممكن تكون consequence statements، يعني ممكن مسجز اللي انت بتحكيها بتعبر عن نتائج اشي عم بصير، ممكن الimpression checks اللي هي الانطباع، صح؟ لما تحكي عن الfirst impression يعني تعمل testing للانطباع عن الطرف الاخر، أو ممكن تكون request statement، يعني statement بأسلوب الطلب، عم تطلب إشي من الطرف الآخر، أوكي؟ طبعاً هاي إلها شروط، فلما نيجي نحكي الآن عن behavior description statements بالdetails، نبلش فيها. طبعاً how we interpret other people's behavior influence our thoughts and feeling، يعني كيف إحنا منفسر أو منشرح سلوكات الناس بتأثر على إيش؟ بتأثر على أفكارنا وعلى مشاعرنا. طبعاً if someone سلوكه معك يعني violates our personal rights، if someone behavior violates our personal rights prevent us from meeting our needs، يعني إذا سلوك الشخص اللي قدامك سيء ممكن إنه يمنعنا إن نحقق حاجاتنا، صح؟ respond with frustration, irritation or annoyance، لما تحس انه الطرف الاخر سلوكه معك سيء ردة فعلك شو رح تكون؟ رح تحس بالfrustration، تحس بنوع من الاحباط، بنوع من الirritation، بتحس حالك عم تعصب، صح؟ or annoyance، رح تحس بالانزعاج، اوكي؟ فبالتالي behavior الشخص اللي قدامك فعلا بيحدد طريقتك بالتعامل معه، اوكي؟